اتجهت أنظار عشاق كرة الطائرة الأردنية إلى النسخة السابعة من كأس السوبر الأردنية لكرة الطائرة، والتي جمعت الوحدات والبقعة الذي يدخل إلى اللقاء دون تحضير بديلا لشباب الحسين الذي علق المشاركة لهذا الموسم. الوحدات بدأ لقائه بإطلاق الضربات القوية إلى شباك البقعة، ليبدأ الوحدات بفرض سيطرته على الأحداث، لينتهي الشوط الأول لمصلحة الوحدات بواقع 25 نقطة مقابل 21. الشوط الثاني بدأت طائرة الوحدات بالتحليق مجددا في أجواء البقعة الذي لم يحسن الصد للقوة الوحدتية، ليتوقف الشوط الثاني والبقعة لم يحقق إلا 10 نقاط. الوحدات أحسن التصرف بفرض السيطرة المطلقة على أجواء اللقاء الذي كان واضحا بأنه من طرف واحد، لتذهب المباراة لمصلحة الوحدات بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. يعني الحمد لله رب العالمين، فضل الله وبجهود اللعيبة نشكر الله، مستوى كويس. البقعة يبدو لي ما كانش جاهز، يعني لمباراة السوبر تفاجأ فيها مبارح قرار الاتحاد انه راح يلعب بدل شباب الحسين. فريق كويس ممتاز، هارد لك له، ان شاء الله بداية موسم خير علينا وعلى الجميع. ايش اكيد انا بقول للفريق كله الله يعطيكم العافية والف الف مبروك. توجنا لعبنا الجماعي وتمريننا المتواصل ببطولة الملك عبدالله، وهي توجنا كمان بكأس الكؤوس. بقول للاعبين مبروك، فريق البقعة فريق كويس قدرنا نفوز عليه. الحمد لله اليوم بلشنا افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر، والحمد لله الله وفقنا. المباراة كانت يعني مش يعني قدمنا مستوى كويس، بس ما لقينا مستوى يعني كويس من الفريق الثاني، ممكن انه مستوى ضعيف، ما بعرف شو السبب، يعني توقعنا تكون المباراة اقوى شوي. بعدها كانت تتويج للوحدات بطل النسخة السابعة حاملا اللقب الرابع له شخصيا محتفظا به في خزائن النادي. يوسف البستنجي لتلفزيون رؤيا.